السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلاميذ الرابع الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الإسلامية والقرآن الكريم. ودرسنا اليوم صفحة 14، الصوم وأهميته، الدرس الخامس. عدنا بالبداية في هذه الصفحة آية تحفظوها، هذه بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذه آية قرآنية تحفظوها خاصة بالصوم. عندنا أنه شهر الصوم هو شهر رمضان المبارك. يجب أن تعرفون أنه شهر الصوم هو شهر رمضان المبارك، وفي هذا الشهر أيضا أنزل الله القرآن الكريم، أنزل القرآن الكريم على نبينا محمد، وهو من أفضل الشهور. يجب أن نعرف أنه شهر رمضان هو من أفضل الشهور. شنو الصوم؟ الصوم عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، وفي الصوم صحة لجسم الإنسان، وفيه يشعر الإنسان بألم الجوع والعطش، فيتذكر جوع الفقراء والمحتاجين، فيؤدي لهم حقوقهم المالية ويساعدهم. أيضا إن الصوم يقوي إرادة الإنسان وصبره، فيجعله يصبر على الجوع ويبتعد عن المعاصي، فتتهذب أخلاقه ويقوي إيمانه وتشتد إرادته. أيضا نكثر في هذا الشهر من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فتتظهر النفوس من الكراهية والأنانية وتقبل على حب الخير للجميع. وفي هذا الشهر نستمع إلى الخطب والمواعظ الدينية فنستفيد منها. نكثر في هذا الشهر الفضيل من التبرع بالمال ولمساعدة الفقراء والمحتاجين وتقديم موائد الإفطار لهم، طلبا لثواب الله تعالى ونشر المحبة والتعاون والتواضع في المجتمع. أيضا عندنا يقول: يشعر المسلمون في هذا الشهر بالوحدة والاتحاد، فهم جميعا يصومون فيه ويؤدون العبادات الموحدة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله: من صام صامت جوارح. هاي مهمة تحفظوها. ومعنى ذلك إن الصوم ليس امتناعا عن تناول الطعام والشراب وبعض المفطرات الأخرى فقط، ولكن هو امتناع أيضا عن المحرمات، ومن هذه المحرمات الكذب والغش والغيبة والنميمة والاعتداء على الآخرين وأخذ أموال الناس وظلمهم. أيضا الامتناع عن تلك المحرمات راح يكون فيه سعادة للفرد والمجتمع. نجي هنا نقول من أحكام الصوم إن الصوم واجب على كل مسلم عاقل بالغ، إننا ننوي الصوم قربة إلى الله تعالى، إن الصوم هو الامتناع عن تناول الطعام والشراب والكذب والكلام البذيء والعدوان على الآخرين من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذا نسي الصائم وأكل أو شرب فلا يبطل صومه، يجوز للمريض والمسافر أن يفطر، ويجب على المريض أن قضاء الصوم عند شفائه والمسافر أن يقضي الأيام التي أفطرها. إن كبير السن الشيخ والشيخة لا يجب عليهم الصوم إذا كان الصوم يسبب له مشقة، ويطعم عن كل يوم مسكينا، عن كل يوم يفطر يطعم مسكينا. من أفطر عمدا يعني متعمد في شهر رمضان، يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها وتجب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ إطعام 60 مسكينا عن كل يوم أفطره. إذا أفطر المسلم فلا يجوز أن يجاهر بالإفطار أمام الصائمين، يعني يتظاهر بالإفطار علنا قدام الصائمين، ليصير حرام، هاي معناها يجاهر. نجي على أسئلة المناقشة، يقول: متى يصوم المسلمون؟ قلنا يصوم المسلمون في شهر رمضان.
الصوم يشعر المسلمون بألم الجوع، ما فائدة ذلك؟ قلناها إذا تذكرون، نرجع عليها شوية. قلنا يشعر المسلمون، ليش يشعرون؟ إنه إذا شعروا أن الصوم بألم الجوع والعطش، فيتذكر جوع الفقراء والمحتاجين، فيؤدي لهم حقوقهم المالية ويساعدهم. هذا هو السبب. أيضا عندنا السؤال الثالث في المناقشة، يقول ماذا يقوي الصوم؟ قلناها يقوي الصوم، هنا نجي عليها نطرحكم اياها بالأسئلة، هذا اللي تأشروهن على مود تحفظوهن مهمات، ان الصوم يقوي إرادة الإنسان وصبره، فيجعله يصبر على الجوع والعطش. احنا المهم انه الصوم شي سبيل يقوي إرادة الإنسان وصبره. ايضا عندنا بعد بأسئلة المناقشة، يقول يكثر المسلمون في شهر رمضان من العبادات وأعمال الخير، وضح ذلك. قلناها أيضا المسلمون في شهر رمضان يكثرون من قراءة القرآن، هنا من الدعاء في شهر رمضان، من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن، فتتطهر النفوس من الكراهية والأنانية، وتقبل على حب الخير في هذا الشهر، وأيضا تستمع للخطب والمواعظ الدينية فنستفيد منها. السؤال الآخر يقول لماذا لم يفرض الصوم على الشيخ والشيخة؟ قلنا لا يستطيع الشيخ والشيخة، لم يفرض بسبب كبر السن، أنه كبير السن لا يجب عليه الصوم، لأنه يسبب له مشقة، مشقة يعني تعب. زين، هذا السبب أنه لم يفرض الصوم على الشيخ والشيخة. شهر رمضان المبارك يوحد المسلمين، وضح ذلك. موجود إثنى أنه من العبادات التي توحد المسلمين، أنه يشعر المسلمون ليش في هذا الشهر بالوحدة والاتحاد، فهم جميعا يصومون فيه ويؤدون العبادات الموحدة، لأنهم يصومون في وقت واحد في شهر واحد هو شهر رمضان، فلهذا جميع المسلمين على اختلاف يعني على اختلاف أفكارهم الدينية. لماذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم قال عن الصوم: إذا صام من صام صامت جوارحه، إنه معنى ذلك أن الصوم ليس امتناعا عن الطعام والشراب وبعض المفطرات الأخرى، ولكن هو امتناع أيضا عن المحرمات اللي هي مثل الكذب والغش والغيبة والنميمة والاعتداء على الآخرين. السؤال الآخر يقول ما معنى صامت جوارحه؟ يعني صامت الحواس اللي هي يعني أيضا تصوم الحواس الأخرى اللي هي اليد عن السرقة، والكلام واللسان عن الكلام البذيء، وأيضا تصوم العين عن النظر المحرم، فهذه معناها تصوم الجوارح اللي هي اللي مو مرتبطة فقط بالطعام والشراب. يجي على يقول عدد أحكام الصوم. قلنا أحكام الصوم اللي موجودات في الكتاب، اللي هن أنه يجب أن الصوم واجب على كل مسلم عاقل بالغ، أن الصوم ابتدوا الصوم قربة إلى الله تعالى، أن الصوم هو الامتناع عن الطعام والشراب، إذا نسي الصائم وأكل وشرب ولا يفطر صومه. هذه هي أحكام الصوم، هذه هي أحكام الصوم اللي مذكورة بالكتاب وشرحناها. هذا كل ما موجود. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.